السلام عليكم ورحمة الله. حصة اليوم ضعف عدد أصغر من 10. نبدأ بسم الله. أمامكم أعداد، عندكم صف، هذا الصف، وعندكم الصف الثاني أو السطر الثاني. نلاحظ، نقرأ مع بعض يا أطفال الأعداد هذه: 4 0 1 9 7 2 8 5 3 6. نقرأ الأعداد التي فيها على هذا السطر: 8 0 12 14 4 18 6 16 12 10. إذن صل كل عدد بضعفه، عندكم أعداد تصله بضعفه. مثلا العدد 4، ما هو ضعف العدد 4؟ جيد، العدد ضعف 4 هو 8. إذن 8 هو ضعف، عفوا، العدد 4 هو نصف العدد 8. إذن 8 هو ضعف العدد 4. 8 هو ضعف العدد 4. إذن نصل كل عدد بضعفه، هذا هو ضعف. ضعف العدد 4 هو 8. هذا ضعف العدد 4 هو 8. إذن 8 هو ضعف العدد 4. إذن ننتقل إلى الصفر. الصفر يبقى كما هو، صفر صفر. إذن الآن 1، ما هو ضعف 1؟ ضعف 1 هو، جيد، هو 2، لأن 2 زائد 2 يساوي، عفوا، 1 زائد 1 يساوي 2. إذن ضعف 2، عفوا، ضعف 1 هو 2. إذن 2 هو ضعف، ونصل بين العدد وضعفه. إذن 2 هو ضعف 1، ها هو. إذن ضعف 1 هو 2، ضعف 1 هو 2، و2 هو ضعف 1. ننتقل إلى العدد الموالي، فكروا أين ضعفه؟ نعم، ضعفه 18، لأن 9 و9 يساوي 18. ما هو الضعف؟ الضعف يعني مرتين 9، مرتين العدد، مرتين 9 يساوي 18. 9 زائد 9 يساوي 18. إذن ضعف العدد 9 هو هذا 18. إذن صل بين 9 و14، عفوا، و18. إذن ضعف 9 هو 18. ونقول أيضا 18 هو ضعف العدد 9. الآن ننتقل إلى 7. العدد 7 بأي عدد نربطه؟ ما هو ضعف العدد 7؟ فكروا جيد، ضعف العدد 7 هو 14، لأن 7 زائد 7 يساوي 14. قلنا عندما نقول ضعف معناه مرتين العدد 7، 7 و7 14. إذن نصل بين العدد 7 و14. ها هو، إذن ضعف العدد 7 هو 14. إذن 14 هو ضعف العدد 7. إذن ننتقل إلى هذا العدد، وهو العدد 2. يلا، ما هو ضعف العدد 2؟ نبحث في هذه، من بين هذه الأعداد نبحث عن ضعف العدد 2. ما هو ضعف العدد 2؟ ابحثوا.
نعم جيد، هو أربعة، إذا ضعف العدد اثنين هو أربعة، إذا نصل بين اثنين وأربعة، لأن أربعة هو ضعف العدد اثنين، ضعف العدد اثنين هو أربعة. إذا ننتقل إلى العدد ثمانية، ابحثوا عن ضعف ثمانية، ما هو ضعف ثمانية؟ جيد، ضعف ثمانية هو ستة عشر، لأن ثمانية وثمانية يساوي ستة عشر، قلنا الضعف هو مرتين ثمانية، مرتين ثمانية، ثمانية وثمانية يساوي ستة عشر، إذا نصل بين، نصل بخط بين ثمانية وستة عشر، إذا ضعف العدد ثمانية هو ستة عشر، نقول أيضا ستة عشر هو ضعف العدد ثمانية. ننتقل إلى العدد الموالي خمسة، يلا يبحثوا عن ضعف العدد خمسة، وسهل، لازم مرتين، هنا كاين خمسة، الضعف تاعو لازم يكون مرتين خمسة، خمسة وخمسة، يلا جيد ممتاز، خمسة وخمسة يساوي عشرة، إذا نصل بين خمسة والعدد عشرة، لأن ضعف العدد خمسة هو عشرة، أو نقول عشرة هو ضعف العدد خمسة. بقي العدد ثلاثة، ابحثوا عن العدد ثلاثة، عفوا ابحثوا عن ضعف العدد ثلاثة في هذه الأداة، ممتاز ستة، جيد، لأن ثلاثة وثلاثة، انظر ثلاثة وثلاثة، ما هو الضعف؟ الضعف هو مرتين العدد ثلاثة، ثلاثة وثلاثة يساوي ستة، ثلاثة وثلاثة يساوي ستة، إذا ضعف العدد ثلاثة هو ستة، ها هو، إذا نربط بين العدد ثلاثة والعدد ستة، إذا ضعف العدد ثلاثة هو ستة، أو نقول ستة هو ضعف العدد ثلاثة. العدد الأخير يا أطفال هو ستة، يلا ابحثوا عن ضعفه، ابحثوا عن ضعفه، ما هو؟ فكروا، لازم يكون عندكم ستة وستة، مرتين ستة كم يساوي؟ جيد، يساوي اثنا عشر، نعم، إذا نصل أو نربط بين، نصل بخط، انظروا ستة هو عفوا ضعف العدد ستة هو اثنا عشر، ضعف العدد ستة هو اثنا عشر، إذا اثنا عشر هو ضعف العدد ستة، اثنا عشر هو ضعف العدد ستة، إذا ستة العدد ضعف العدد ستة هو اثنا عشر. إذا انتهى، وإلى اللقاء، إلى فرصة أخرى إن شاء الله.